السلام عليكم شباب، مرحبا بكم ان شاء الله في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله ما غادي نجمعوا الكوموند حتى شي واحد. اليوم ان شاء الله عندنا واحد الكوموند مباشره، يعني واحد السيد طلب مني واحد الكوموند مباشر، بغى واحد لو جو للطفل ديالو. ان شاء الله بقاو معنا، غادي ان شاء الله ناخذوه وان شاء الله نوصلوا للسيد. كاين هنا في الدار البيضاء معنا باش تشوفوا لو جو، تشوفوا الثمن ديالو بالجمله، تشوفوا الثمن ديالو بالتقسيط. ان شاء الله مرحبا بكم. الكوموند ها هي وجدات، كما كتشوفوا عندنا هنايا طابي بيانو ديال الوليدات الصغار. ها هي كما كتشوفوا طابي بيانو، كتبدا من صفر يعني من الزياده، وكتبقى يلعبوا بها حتى كيكبروا شويه، ماشي زعما غير الزياده صافي. هي فيها طابي وفيها البيانو وفيها الالعاب ديالهم هنا، والبيانو كيضربو برجليه، يعني الوليد كيبقى يضرب البيانو برجليه كيتسمع فيه الاصوات، ولا شي واحد كيكون حداه كيبقى يضرب ليه هنايا سميتو في البيانو كيبقى يسمع الاصوات اذا كان باقي صغير بزاف. هادو كيبقاو كيلعبوا بهم الوليدات. وكاين طابيه هنايا كما كتشوفوا، كيكون فيهم جوج تاع الالوان هذا الشكل هذا، وما كاينين بزاف تاع الانواع تاع طابي بيانو، ولكن هذا الشكل هذا هو اللي كيبغيو الناس بزاف، هو اللي كيشريو الناس بزاف. كيكون فيه اما بحال هكا كتكون كلها غوز ديال البنيات كما كتشوفوا هنا، راه كيكبروا الدراري شويه وكيبقاو مزال كيلعبوا بهاد البياس، كيلعبوا بهاد الشيء، كيلعبوا بالبيانو. كما شفتوا هنا الغوز ديال البنيات وفيه اللون الاخضر مع الازرق ديال الوليدات. هذا الشيء اللي كاين دابا. هادو بالجمله اللي بغاهم ان شاء الله بالجمله، هادو كيديروا هنايا في الدار البيضاء، كناخذهم انا ب 100 درهم. 100 درهم يعني كيبقاو اللي بغاهم شي مدينه اخرى ان شاء الله بغاهم بالجمله، كنصوروا ليه ب 110 110 البياسه. وهنايا في كازا انا كنبيعهم شخصيا، كنبيعو ب 150 درهم. اللي بغى بياسه وحده ديتاي كنبيعو ب 150 درهم بالتوصيل بكل شيء، يعني داخل فيها التوصيل، داخل فيها كل شيء. في وسط كازا كنليفريهم ب 150 درهم. هذا الشيء اللي كاين. يعني دابا واحد السيد كوموندا عندي هذه، ان شاء الله غادي نديها ليه، بغاها وحده، وانا خديت معايا جوج باش كتبقى عندي وحده سكور، يعني ما تعرف شي واحد كيبغي شي وحده على غفله ما نقدرش نرجع حتى للسوق عاد نشريها، كناخذ من عندي وكتبقى سكور. ومازال عندي وحده اخرى في الكوفر سكور، يعني باقى عندي البنيات والوليدات، وهذا السيد بغى ديال الوليدات. اللهم يسر الله يصلح الوليدات كاملين، ومرحبا بكم. دابا ان شاء الله صافي راه درنا التوصيل ديالنا، هذا كلشي بخير وعلى خير الحمد لله. هذا التوصيل كان عندي اليوم في ليرميتاج، ليرميتاج في الدار البيضاء، والكليان راه خدا الاماره ديالو، كل شيء بخير وعلى خير الحمد لله على كل حال. وان شاء الله نتلاقاو في شي كوموند اخرى ان شاء الله، ومرحبا بكم. مرحبا، السلام عليكم.